Des fois je m'ennuie, ça fait des tours dans ma tête à mon avis. Tellement de choses que je regrette et plusieurs fois je me demande à l'élélé. Oublier ce qui me soucie et toutes ces choses que j'ai foirées l'élé. Et toutes ces fois où je suis parti. Moi je m'ennuie, c'est dans ma vie une manie, je n'y peux rien. Le plaisir passe, il me... Cuisine la pizza pérée. Maman, emmène. Cuisine la pizza pérée, ou là. Cuisine la pizza pérée. Aïe, j'ai d'où qu'à ça, ou à quoi. Je fais de cuisine. اي اما شابه ولا زيد مهم شابه راه فوالا توا ذوق هي بنينه برشا اش نعمل شنو معناها امي تقول لي كل شوي كي هي ياسر بنينه اش نعمل كي هي بنينه كل مرتاح فوالا كل مش عملها كيف كل مرتاح فقط باش ترتاح ضميرك فقط مش توني عليها هالقدمة أمي هم بطاط أنا ما بحبش نسب عمتي نورمال ما تشجعني قولي بنيتي استقات كول وين أنا بنقولك لا لا وانتي تلاح لحبية وين نقول لا ما نحبش ما نحبش وانتي تلاح لحبية مش أنا ناكل وانتي تمرش فيا تو فهمت باش يبدا ضميري مرتاح وقتها شنو سوني يا اسمع هذو حتى الذوق ما تقوليش ذوق ما تقوليش ذوق ما تقوليش لا لا تي فيا بنها بنينه برشا القرص بنين برشا دونك سوني الغوسيت ماشي في صافي صافي غوسيت ثلاثه كيسان سميت متوسط زدتهم شويه انا سميت ارت وي ومغرفه ملح زوز مغارف وسكر زوز مغارف ونص سكر كيس زيت شطر زيت وشطر زبده مذوبه وكيس غير بعمي كيس غير بعمي دخلت هذاك الكل تبدا تخلطهم هكا تلم في البات نتاعك الزيت من الاول قبل تتلم تبثبث كنقولوا بعد تبدا تصب في الماء ومن بعد تصب شويه بشويه كي تولي لك تلمها ما تعجبش كي بات تولي لك خش عليها بات اي من بعد تحلها بالقلقال بعد نحلها بيدي شويه والقلقال ونقصها ابراج ابراج ونقصها حسب الكبر معناتها كل كيما تحب انت هي دابيتود هذيك هو وكانت عندهم سابقة في حرق الوجوه بماء النار وكانت عندهم سابقة في تعذيب من يخالفهم الرأي ساعتها ما كانش عندهم سلاح اليوم لما أصبح عندهم سلاح أصبح من يخالفهم الرأي ومن ينافس مشروعهم يعني يقتلونهم بالرصاص في الشوارع وأمام أولادهم وأمام زوجاتهم وفوق ذلك ممكنين يعني مكنوا لبعض الشباب انهم يتمركزوا في الجبال وكل مره يضغطوا على زر الارهاب يا اما يذبحوا راعي يا اما يفجروا لغم في امراه راعيه او امراه فلاحه وغير ذلك وظل هذا يا لطيف يا ربي كل مره يفجر بشاكله وكل مره ينصابوا التوانسه في امنهم بصراحه ينصابوا في مقتل لما يكون تهديد حقيقي يبتذلونه لما يكون تهديد حقيقي او لما يكون اغتيال حقيقي يبتذلونه ولما تكون عمليه ارهابيه تستهدف جنود ولا تستهدف امنيين يبتذلونها وحتى اعلامهم اعلام العار الفاسد لا يتطرق لهذه العمليات سوى بجمله صغيره تمر وتبدا حفلات الرقص والطبل والزمر تمر في التلفزيون
ويخسر جمله صغيره تمر في شريط الاخبار انه عمليه ارهابيه مشابه حياتها 8 أو 10 جنود. بينما وقت اللي تصبح يحبوا يحتووا هذا الوضع وهذه الاحتجاجات يبدو يقولوا انه هناك احتمال لعمليات ارهابيه وتهديدات وغير ذلك. اذا تم تهديدات بل ارهاب فانا بلادي بلاد الخير نوصفها كيف ندير، واللي بغى يسقي عينيه اجي زور بلادي بالجود والامان معروفه من زمان فرمل صح. نص سيصدر بعد قليل ويطبق فورا، اعفاء رئيس الحكومه. نحات على قلوبنا غمة نحات، كانوا الشباب باش مسكين تجي في راسه، كان الشباب باش يدفع ثمن غالي. الحمد لله الحمد لله، ملا راحة منكم وملا راحة من وجوهكم، وتقعد تونس كبيرة عليكم وباش تتحاسبوا. وأهم حاجة أهم شيء اللي انتوما باش تتحاسبوا فردا فردا إن شاء الله. شكرا سيدي رئيس، قيس سعيد، برافو، شابو با. مسؤوليتنا أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ. وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، ولا فضل لأحد على أحد لا بثروته ولا بمكانته، كل الناس سواء أمام القانون. وما أقوله الآن هو في نطاق القانون، ولا يمكن أن أقف صامتاً
تونس. مبروك مبروك مبروك.